السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة محاضرة جديدة في الجيرياتريكس هيكون عنوانها فول. يا سلام، يعني الوقعة دي مهمة للدرجة دي؟ مهمة جدا. الكومبليكيشنز بتاعتها ممكن تكون خطيرة، يعني لو حصل هيتروما مثلا الموضوع ممكن يؤدي الى انتراكرينال هيموريدج، بس الاشهر سبديورال كرونيك هيماتوما، بس ممكن لو الخبطة شديدة شوية ممكن تكون فيتال وتؤدي إلى الوفاة. طيب، حاجة تانية مشهورة إنه لو وقع على جنبه أو الحوض بيحصل هيب فراكشر، ودي من أخطر الفراكشرز اللي ممكن تحصل في الناس دول، إنها بتبقى صعبة وبتحتاج عادة مانجمنت صعب شوية، زي ممكن هيب ريبليسمنت مثلا. طيب، الجزء المهم اللي بعد كده ان البيشنتس دول بيدخلوا في ديبريشن واندبندنس وفير فولز، ده بيخلي الموضوع صعب، مش قادرين يعيشوا لوحدهم، بيضطروا ياخدوا ادويه الاكتئاب، احيانا بيضطروا يروحوا مثلا دار مسنين او ما شابه يعني. طيب، عشان نعرف الأسباب، الأسباب ممكن تكون extrinsic، environmental factors دي مهمة جدا وهناخدها بالتفصيل، وintrinsic ودي ممكن تكون نتيجة لage related factors أو associating disease أو disorders. age related بيكون في abnormal balance gait، sarcopenia ضعف في العضلات، vestibular vertigo يعني orthostatic hypotension لما يتحرك فجأة الضغط بيقع، abnormal defect في الفيجن والهيرينج ده برضو بيأثر على الاستابيليتي. associating disorders ودي ممكن تكون زي dementia، depression، drugs بياخد أدوية بتأثر على حاجة كتير من ضمنها الاتزان والتركيز، الفود بروبلمز، الناس اللي عندهم اسكيميا او نيوروباثي، الانكونتيننس وده بطريقه غير مباشره بيبقى مستعجل عشان ما يحصلش انكونتيننس فبيتحرك بسرعه وبيؤدي الى الفول. طيب، environmental factors زي ايه؟ بالليل في اوضه النوم بتتحرك عايزه تقوم، الاضاءه مش كويسه، النظر مش كويس، مش لابسه النضاره، لما تيجي تنزل مثلا من على السرير الشوز اللي هتلبسه ممكن مش مناسب شويه وصعب تلبسه، ممكن يكون الارض فيها ممكن لها برضو. ممكن يكون في اشياء كتير على الارض، ممكن يكون بعض الشوز مش مناسب، حاجات زي كده على الارض. هي السجادة من دي من اشهر الحاجات، الشوز اللي فيه رباط حاجات برضو المشهورة في المطبخ، ودي مش كده عايزة تطلع على كرسي حاجة زي كده برضو ممكن تبقى مشكلة. في الحمام ودي من الحاجات برضو خطيرة جدا، ان ممكن يتزحلق بسهولة جدا على السيراميك، ما بيكونش في حاجة يمسك فيها ودي مشكلة. السلالم برضو من ضمن الحاجات، احيانا السلم ما تكونش واضحة، احيانا تكون في ارتفاعات يحصل مشكلة. طيب، بعض الميديكيشنز لها رول ان هي بيكون لها مثلا سايد افكتس على الاستابيليتي وعلى على الجيت، كمان لو عندها ديمنشيا ممكن تاخد اكتر من الحبايه من نفس الدواء فبرضه يزود السايد افكتس، ودي برضه بتاثر على الاستابيليتي ممكن تؤدي الى فول. طيب، لو جالي واحد مسن ووقع المفروض ان انا هعمل له assessment ازاي في الهيستوري؟ لازم اشوف الوقعه جت ازاي واذا كان حصل injury ومكانه فين وبيسمع فين والقصه دي، بس في الهيستوري مهم جدا نعرف الassociating disorders والادويه اللي بياخدها بتاثر على الاستابيليتي. كمان physical examination ادور اذا كان في ليجن او مشكله، وادور على الحاجات اللي ممكن تسبب زي orthostatic hypotension، blood pressure evaluation، vision، coordination والجيت ده مهم جدا طبعا في الايفالويشن. بعمل investigations يهمني ان انا evaluate السي بي سي عشان الانيميا وده مهم جدا، والاي سي جي عشان القلب، وايكوكارديوجرافي لو انا شاكك في heart failure، complete metabolic profile برضو عشان اطمن على كل الاجهزه اللي في الجسم والفانكشنز بتاعتها ده مهم.
نوصل بقى للنقطة المهمة وهي المانجمنت. المفروض ان البيشنت لو حصل له فول ولو سينجل فول في الاول المفروض اعمل له ايفالويشن, وما كانش عنده مشاكل كبيرة خلاص انا جاست فولو اب. لو كان عنده مشكلة في الجيت او في البالانس لا يبقى لازم البيشنت ده عايز كومبليت ايفالويشن. طب لو جاله كذا مرة وقع فيها المفروض ان انا ايفالويت البيشنت ده بانفستيجيشنز وابتدي ادور على السبب, ادور على السبب وابتدي اعالجه, ابتدي اعمل مانجمنت للبيشنت بحيث ان اعمله اكسرسايز بروجرام, اظبط الميديكيشنز بتاعته, ابتدي اعمله سايكوثيرابي, احاول اعمله انفيرومنتال ايفالويشن والهازردز, ابتدي اعملها موديفيكيشن وبالتالي امنع حدوث الفول مره تانية. التفاصيل بقى ان اعمل كنترول انفايرمنت هنتكلم عليها, بس برضو اكسرسايز وبالانس سبيشال بروجرام اورثوستاسيس او ان انا اقوي شوية المشاكل اللي عنده في العظام, اذا كان عنده في مشكلة في النظر يلبس نظارة او اعمل لها ايفالويشن, اسيستيف ديفايسز ودي هنتكلم عليها بالتفصيل دلوقتي ودي مختلفة جدا تساعده عشان ما يقعش, medication review evaluation وشيل الحاجات اللي بتأثر على البالانس, الفوتوير والشوز ده special shoes لازم يستخدمه, behavioral education, وفي النهاية خالص لو حصل الفول في النهاية ببتدي اتعامل معاه كويس وامنع الcomplications واعمل له rehabilitation بعدها وامنع موضوع depression والfear of fall اللي بيحصل عادة عند الناس دول. دي امثله كده للانفيرمنتال مانجمنت, زي ما احنا شايفين بعلم مكان السلالم بنضف حواليها البيشنت, الطرف السجاده وده مهم جدا اثبته ما يبقاش متني, الادويه المفروض ان هو يكون محدد موعدها ولو سبيشال بوكس يعني مقسمها كده حسب مواعيد, سبيشال شوز ممكن استخدم اسيستيف ديفايسز, النظر اظبطه مش لازم يعني اضطر استخدم الكرسي واطلع وحاجات زي كده, ولو مضطرين يفضل نستخدم سندات متثبته كويس سواء في المطبخ او في الحمام وده اهم كمان, بس ما ينفعش نعمل كل ده وفي الاخر المريض يعمل الكلام ده, ما ينفعش اعمل حاجة. في انواع كتير الاسيستيف ديفايسز وبيختار منها حسب الديفكت عنده حسب حاله العضلات والمفاصل في رجليه, كل بيشنت بيستخدم الديفايس المناسب ليه. برضو الموضوع بيتقدم من وقت للتاني وفي حاجات بقت متقدمه جدا في الاسيستيف ديفايسز. من الحاجات اللي بياخدوها في الاكسرسايز بروجرام ان ازاي يقع, لان الدايركشن اوف فول ده مهم جدا في منع حدوث كومبليكيشنز, واذا ما كانش عاجب الراجل الشاب ده how to fall. Here's how he tells people to fall: bend, twist and roll. He shows it over and over again. He says falling on trampolines with supervised guidance also helps him. He does this 3 days a week. See, I've fallen hundreds and hundreds and hundreds of times in here, and it, the more you fall, the more you overcome the fear of falling. It's the fear of falling that causes people to put their arms out, stiffen, and take... جدا شركة هوندا طلعت بعض الاسيستيف ديفايسز الجامدة جدا اللي بتزود الاستابيليتي وبتمنع الليابيليتي فور فول, زي الجهاز ده كده. وده جهاز تاني برضو من شركة هوندا بس ده يعني مختلف شوية, ده مور سبورتيف وبيساعد بقى ناس اكتر على كومبلكس موفمنت ما كانوش بيقدروا يعملوها قبل كده.
موضوع تطور لحد ان الناس اللي عندهم ضعف شديد في العضلات او ايفن كان عندهم نوع من انواع الباريسيز سواء باراباريسيز او هيميباريسيز ان هم بيستخدموا سبيشال ديفايس بتعوض الموضوع ده وبتاخد ريسبونس او ستيميليشن من الاعصاب نفسها. موضوع تطور لحد ما وصل للبدلة العجيبة دي. الراجل تقريبا المفروض الراجل اللي لبسها يعني فتقريبا ابنه طمع فيها وقال له بدل ما اتحرك انت شيلك انا احسن وخلاص.